رايحين مشوار مهم. فتنا جودي يا جماعة. الناس كانت دايما بتقولي انت ازاي بتذكري الناس. هاو سيتنج مرتين ان احنا نعمل اصحاب. رايحين مشوار مهم، رايحين نقابل بيت اونر. كنا عملنا ليهم بيت سيتنج واللي بيتهم، هم سافروا استراليا واحنا قعدنا في بيتهم، اخدنا بالنا من الكلب بتاعهم ومن البيت بتاعهم وبقوا اصحابنا دلوقتي رايحين نزورهم. فعامل لكم فيديو ايه علاقتنا بالبيت اونر وازاي بنبقى اصحاب معاهم. يلا بينا نبتدي الفيديو. هلا صاحبتنا. How are you, darling? I like a nice top. Yeah. How looks great on you? What about my bracelet? Oh, no, the top looks really good. Yeah, I like it so much. I know, I'm so jealous. Don't. What is that guy? It's awesome. Really cool. He's inside. There's another dog at the next door. Oh, store, so yeah. Didn't want to yeah. Him ring. جودي يا جماعة، احنا كنا بنعمل لها هاوس سيتنج. هي سافرت استراليا شهر ونص وسابتنا في البيت، اخدنا بالنا من البيت بتاعها، قالت لنا كل الانستراكشنز اللي هي محتاجاها ان احنا نعملها وليه ما نعملهاش. بصراحة استمتعنا من البيت عندها جدا، اخدنا بالنا من تاكو كلبها الجميل والبيت وبقينا اصحاب. والنهارده جايين نزور، هما اللي جم المكان اللي احنا سافروا بعربيتهم، دي العربية بتاعتهم تمام. سافروا بتاع 3 ساعات، جم من كابو سان لوكاس لغاية لبنت تاكو. You brought your toy. Come here, buddy. Taco? Yeah. Yeah. It's an hour. I see an hour. Maybe you do it quicker, but an hour. Taco, Chaco. I miss you, buddy. You brought your toy? I miss you. Ooh. Yeah, it's good quality. But, yeah, it's actually, it's got double C. I got that off, you're a member of Viva Baja. It's a group. You're They're very healthy. Yeah. Thank you. حبيت اعمل لكم الفيديو ده عشان في ناس كانت دايما بتقولي انت ازاي بتذكري الناس بتخافيش منهم، والقعدوا بقى يتكلموا على حاجات تانية، اختراعات كده الافلام ما عايشينها، دراما كده في دماغهم. حبيت اديكم مثال ان دول اصحابنا، احنا اتعرفنا عليهم من الهاوس سيتنج.
ناس استأمنونا على بيتهم، قعدنا في بيتهم واستمتعنا. والاجانب يا جماعه عندهم كونسبت عادي، الهاوس سيتنج ده حاجه عاديه من يعني من طفولتهم، وهي موجوده عندهم ان حد يجي ياخد بالهم. لما بييجوا يسافروا ما بيحبوش يقفلوا بيتهم بالقفل المفتاح كده زي العرب، هما بيحبوا حد يبقى قاعد في بيتهم ياخد باله من البيت، وخاصه لو في حيوان اليف مش بيحبوا يحط الحيوان الاليف في الكنل، عشان بيحسوا ان هو لا حرام يعني هيروح مكان فين مامته وباباه او فين الاونرز بتوعه، هما بيعتبروه ابنهم. ففين الاونرز يعني هو هيحس ان هو ايه ده المكان ده واصحابه مش موجودين فبيخاف. فهم يعني زي ايه يعني وين وين سيتويشن، احنا بنرتاح خاصه في السفر، ميزه لينا ان احنا نقعد في بيت يبقى فيه كل الاكويبمنت وبيبقى فيه كل حاجه احنا محتاجينها. وهما بصراحه بيبقوا يعني مدلعيننا، سايبين لنا حاجات كتيره في الثلاجه، بيدونا العربية بتاعتهم نستخدمها نعمل بيهم المشاوير بتاعتنا، فبنوفر كتير من الاسلوب ده. وهما كمان بيوفروا او بيشتروا راحة بالهم، هما بالنسبة لهم ان البيت يبقى فيه ناس بتاخد بالهم من البيت، وخاصة ان هما بيبقوا بيجي لهم مثلا مرة او مرتين في الاسبوع حد بيجي ينظف البيت، فلازم حد يكون موجود في البيت عشان يفتح للي تيجي تنظف البيت تنظف. في الجنيني بيجي ياخد باله من الجنينة، فلازم احنا اللي بنعمل حاجة دي. فهي بتبقى مسؤوليات بسيطة ان احنا ناخد بالنا ناكل الكلب بتاعهم او القطة بتاعتهم، او نروي شوية زرع موجود جوه البيت، نفتح الباب للجنيني عشان يقدر يروي الزرع في الجنينة، اللي بتيجي تساعد في البيت نفتح لها البيت وناخد بالنا من الحاجات اللي في البيت. هما ما يعرفوناش، احنا اتعرفنا عن التطبيق، احنا عملنا ان احنا هنبقى في الوقت الفلاني موجودين في البلد الفلانية، بعد كده بيجينا اوفرات، وبعد كده بيبقى 10 20 30 واحد بيقدم. هستنى لما الموتوسيكل يعدي. فبيتقدم هما بيعملوا يا جماعه احنا مسافرين في اليوم الفلاني، هنسافر شهر شهرين نرجع لبلدنا، احنا هنا في المكسيك وهم رايحين، هم استراليين رايحين استراليا، بيخلصوا امورهم وبيقابلوا العائله، فبيقعدوا فتره طويله لان السفره يعني 24 ساعه او 48 ساعه كمان سفر. فالاحسن ان هما بيسيبوا حد، فهي بتبقى وين 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 سيتويشن. فالكونسبت موجود وقديم بس هو مش موجود في البلاد العربيه، فانا حبيت اوضحه لكم واقول لكم ان انتوا تقدروا تسافروا وتلفوا العالم بميزانيه بسيطه. انا مصروفي في السفر اقل مما كنت بصرف في بلدي، انا مش شايفه ان هي فيها اي عيب، لان في ناس بتنتقد الفكره. اوكي مش عاجبك الفكره، انا مبسوطه ومستريحه وبلف العالم بشكل اقتصادي ومبسوطه. هما مش بيدوا حاجة ببلاش واحنا ما بناخدش حاجة ببلاش، الموضوع وين تو وين، هما مصلحة اليوم ومصلحة ليهم وبس. دلوقتي هنروح قاعدين كده شوية وهنروح نتغدى نتعشى مع بعض، اخدكم معايا واحنا بنتعشى. شايفين الفيو يا جماعة على البحر، احنا بيتنا هناك، هنا احنا بنعمل هاوس سيتنج في المكان ده. هما بقى سايقوا العربيه بتاعتهم من منطقه اسمها كابو سان لوكاس لغايه هنا 3 ساعات عشان يجوا يسلموا علينا واحنا نشوف تاكو عشان احنا اتعلقنا بيه كمان. فبتبقى صحوبيه، وكمان لما يعني احنا روحنا عملنا لهم هاوس سيتنج مرتين، هم سافروا مرتين، اول مره كانت شهر ونص، تاني مره كانت اسبوع تمام، لانه ارتاحوا معانا ووثقوا فينا، فخلاص العلاقه بتبقى كاصدقاء، احنا تحولنا كاصدقاء. وبصراحه لما بنطلب منهم يعني حاجه او اوراق او فواتير عشان احنا بنعمل ورق الاقامه بتاعتنا، ثانك يو سو ماتش، جابت لي عصير تاني. فلما بنطلب منهم مثلا احنا بنعمل اوراق اقامه مؤقته مثلا، فبنحتاج فاتوره ميه فاتوره كهرباء، بنطلب منهم بيجيبوها لنا على طول، بيجيبوها لنا على طول. حلو في السفر ان احنا نعمل اصحاب تمام، وبنسافر العالم بميزانيه صغيره. وقلت لكم على التطبيق، هحط لكم اللينك في صندوق الوصف، تقدروا تعملوا اشتراك سنوي تمام، هيوفر عليكم ملايين يعني الافات. انا في السنه دي
ما قعدتش في اوتيل غير 3 ايام بس بمزاجي يعني فاهمين، وبس فوفر لي كتير جدا. فايه تاني كنت فاسيب لكم اللينك في الديسكريبشن بوكس تقدروا تدخلوا تحطوا الكود الخصم تاخدوا خصم 25%. كنت عايزه اقول لكم ايه تاني نسيت. وطبعا تابعوني على الانستجرام، دايما بنزل لكم يومياتي في السفر، وشوفوا الفيديوهات القديمه اللي انا نزلتها على قناتي باليوتيوب. يمكن انا ما كنتش بتكلم عن الفكره قبل كده، ما كنتش بعبر عنها، بس بدات اعبر عنها لان حسيت ان انا محتاجه اقولها واشجع العرب، الشباب العرب، ان هو يبتدي يسافر لو هو معهوش فلوس وميزانيته محدوده يقدر يسافر ويلف العالم بميزانيه بسيطه. لو انت عندك شهر شهرين سوري عندك اسبوع اسبوعين اجازه كل 3 4 شهور تقدر تطلع رحله كده سريع باقامه مجانيه وتنبسط. الفكره ما بتاخدش يعني مجهود، ما بياخدش اي مجهود، انا وقتي كل ملكي. انا بس لما بصحى الصبح باكل تاكو خلاص، بناخد بقى بالنا من البيت كانه بيتنا بالظبط. اللي تيجي تنظف تيجي تنظف، جنايني بيجي، فما فيش تقيد بالوقت. دي من اكثر الميزات في الموضوع. I took a short jump. What you call it? Yeah. Hola.
Ah, okay. Taquito. I love this. Is it called wakamaka? Wakamaka? Do you need enough? No. Sorry. Did you say no? No. Did you?